ما الذي حدث في هذه المواقع السورية بسبب تلك العناصر الخضراء التي ما إن وصلت إلى يده حتى انبثقت من تحت أقدامه الواحة العجيبة؟ وكيف سيقتنع السكان بما حدث بعد أن تحولت الأرض تحت أقدامهم فلم تعد كسابق عهدها؟ ولماذا يعد النبات على هيئته المعتادة؟ وهل استعان فعلاً بالجان ليحول المنطقة إلى واحة استوائية عجيبة؟ هو الشاب السوري حسن محمد الذي تحولت حياته إلى قصة ملهمة طالما جذبت الجميع للغوص في تفاصيلها العميقة، لكن الشاب سيحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لإقناع من حوله من الجيران وسكان المنطقة أن ما حدث معه عائد إلى أسباب أخرى بعيداً عن الدجل والجان والقصص التي ستروج حتماً بشأنه. فماذا حدث مع ذلك الشاب السوري؟ آمن حسن محمد مثل بقية أبناء جيله من الشباب السوريين بأن الحصول على الثروة يقتضي البحث عن مصادر بديلة للدخل وعدم الاكتفاء بمورد واحد للحصول على المال أياً كانت موثوقيته. بدأ الشاب التخطيط للحصول على عناصر قائمة الذهب الاستوائية الخضراء على الرغم من علمه اليقيني أن وصول تلك القائمة إلى الأراضي السورية وقتها كان من المستحيل بذاته. فما هي تلك القائمة وكيف تصرف حسن لإدخالها الأراضي السورية؟ الغريب أن حسن محمد كان قد بدأ حياته بالعمل صحفياً وساعدته الصحافة في الوصول إلى ما شاء من معلومات كان صعباً عليه الوصول إليها من دون العمل في مهنة تقوم على جمع المعلومات، وكان من ضمن المعلومات التي جمعها تلك التي تتعلق بقائمة أسماء محددة من الثروات الإفريقية، تلك الثروات التي لم تكن تظهر سوى في البلدان الاستوائية. تحولت المعلومات المتعلقة بتلك الثروات لدى حسن إلى حالة من الشغف، ولم يكن في ذلك أدنى غرابة، فالشاب مولع بالثروات الإفريقية وبريقها، ويبدو أنه نشأت بينه وبين تلك الثروات قصة حب غير معلنة، وربما لهذا السبب قرر حسن ترك العمل في الصحافة، والتفرغ ليس لجمع المعلومات عن الثروة الجديدة، لكنه تفرغ لهذه المرة لجمع الثروة ذاتها. لم يكن القرار بالنسبة لحسن سهلاً، فحتماً طالته أسئلة وانتقادات بشأن مهنته الأساسية، لكن لا يهم، المهم أن يتم جلب القائمة الذهبية الخضراء إلى الأراضي السورية، وهي قائمة من النباتات تعادل بالنسبة له قيمة الذهب أو تزيد. لكن بقيت المشكلة أمام حسن في أن هذه النباتات غريبة على التراب السوري، وأن دخولها إلى البلاد واختبارها يحتاج وقتاً وجهداً كبيرين. هناك في محافظة طرطوس الساحلية بدأت أولى الخطوات نحو اكتناز الثروة الإفريقية في جوف الأراضي السورية التي رأى حسن أنها الأحق بتلك الثروات. بدأ الشاب السوري مشروعه الحيوي في المنطقة التي هيأها جيداً لذات الظروف المناسبة للحصول على هذه الثروات في موطنها الاستوائي الأصلي. ومع مرور المراحل الأولى للمشروع بدأ حسن محمد يحقق أرباحاً كبيرة وصلت للملايين بعد أن قرر تهيئة الأجواء لجلب واحة استوائية غنية بأنواع نادرة من فواكه الباباياو وغيرها من الفواكه الاستوائية النادرة.